العوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره تانية. الحقيقه محبه وعشق النادي الاهلي بتتم ترجمته باكتر من شكل. يعني في ناس من محبي النادي الاهلي بيترجموا مشاعرهم ومحبتهم للنادي من خلال التشجيع، من خلال الهتافات، لكن المطربين من مشجعي ومحبي النادي الاهلي بطبيعه الحال بيعبروا عن عشقهم للنادي من خلال الفن الجميل، من خلال الاغاني الجميله. واحنا النهارده معانا نموذج على هذا الكلام. معانا النهارده موهبه غنائيه اهلاويه فاز في مسابقات كتير، الحقيقه منها مسابقه الاغنيه الوطنيه، والحقيقه عامل لنا كمان مجموعه جميله من الاغاني موجهه كلها بالكامل للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. تعالوا نرحب بضيفنا العزيز المطرب الشاب شهاب كمال. يا صباح الفل عليك يا شهاب، واهلا بيك. بونجور يا شهاب، منور مكانك. انت من عشاق النادي الاهلي انا عارفه، واهلاوي كبير جدا. وقبل ما نخش بقى في التفاصيل ونسمع طبعا انت محضر لنا كذا حاجه، خليني بس اعرف اكتر انا وكريم طبعا والساده المتابعين عنك اكتر. يعني مين كريم؟ هل انت درست اصلا الموسيقى والغناء، ولا دي حاجه انت بتعملها كهوايه؟ هو الموضوع بدأ معايا كفطرة من وانا صغير في المدرسة 4 سنين، بس البيت كان حابب الموضوع بعد ما الثانوية تخلص. فأنا بعد الثانوي اتوجهت على طول في الكلية للأنشطة، للغرف بتاعة الأنشطة. بدأت أشارك في مسابقات الجامعة. انت بتدرس في جامعة ايه او بتدرس؟ كنت في جامعة طنطا كلية تجارة. إدارة الأعمال. واخد أول على مستوى الجامعة في الغنى. وكنت مشارك في مسابقة الصوت الذهبي، دي بتتعمل في الأوبرا، والحمد لله كنت من الفايزين في الموسم الأول. وبعد كده بقى في الجامعة عموما، في زي مسابقات إبداع اللي بتعملها وزارة الشباب والرياضة، وفي مسابقات تانية على السوشيال ميديا على مستوى الوطن العربي مرتين، أول في المسابقات دي. وبعد كده وناوي تحترف الغناء ولا هتكمل فيه كهوايه؟ لا لا، انا بالفعل محترف الغناء في الغنى، انا عضو نقابي، وكنت في مسابقه الدوم الموسم الاول السنه اللي فاتت، وصلت تقريبا للنص النهائي. وبعدها كان مسابقه انا المصري مهرجان الاغنيه الوطنيه، وباغنيتي انا مصر تقدر. طب لما انت من 4 سنين بتغني وفضلت كاتم غناك جواك لغايه ما تخلص ثانويه عامه عشان ترضي الاسره، لما جيت تدخل الجامعه ما فكرتش ليه مثلا تدرس الموسيقى زي ما كانت ناويه؟ بصراحه يعني كنت حابب يبقى مجال دراستي بعيد عن الغنى، بس لو رجع بقى الوقت اكيد كنت الموضوع كان هيختلف. بص، اتس نيفر تو ليت، انت لسه صغير وعندك طبعا مشوار كبير. وحلو ان انت دلوقتي بتقول لنا عنك انك شاركت في مسابقات كتيره، ده حلو ان انت اللي هو ايه، انا عندي موهبه وعايز العالم يعرفها، عايز تفرض موهبتك على العالم، وده نجاح في حد ذاته على فكره، فبرافو. يعني احنا طبعا هنسمع، يعني هنسمع منك. خلينا نسمع حاجه في الاول عشان برضو ايه الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم في انهي ليفل، وبعد كده نكمل بقى معاك في الاسئله، لان اكيد عايزين نتعرف عليك اكتر. نحب الاول ابارك للنادي الاهلي على البطوله ال 11، وان شاء الله في بطولات دايما. فهنقول حاجه، اغنيه الاهلي القمه. هي كانت في احتفالات البطوله يعني. سلم بعدها سلم بطول الاهلي السما، وده اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي انتمى. الاهلي القمه، اسم على مسمى، اهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى. الاهلي القمه، اسم على مسمى، أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى. هنزيد ونعلي، احسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حققناها. صحيح، الله ينور عليك، الله ينور عليك، جميل. طب إلى جانب الأغاني اللي أنت يعني بتغنيها للنادي الأهلي في عشق وفي حب النادي الأهلي، انت عموما كانسان او كفنان بتميل اكتر لانهي نمط من الغنى؟ بتحب الاغاني الاقدم الكلاسيكيه، الاغاني الحديثه؟ رايك ايه في الاغاني اللي بيطلق عليها اغاني مهرجانات اللي ظهرت في الفتره الاخيره؟ والله انا بميل اكتر للاغاني القديمه. اي حد بيغني عموما بيميل للاغاني القديمه، لانها بتبقى الحانها اصعب، فيها تنوع عن الاغاني الجديده. الاغاني الجديده نمطها تقريبا نفس النمط، القديمه بتبقى مختلفه اكتر.
رايي في الاغاني الجديده، طب اني اغاني بالظبط المهرجانات ولا في مؤخرا في ماسوره انفجرت في وشنا كمجتمع مصري مسماه باغاني المهرجانات، والمفروض ان هي نازله تحت عبايه الغنى الشعبي، وهي ما خصهاش الحقيقه. مش اغاني ده اولا، ومش ملهاش علاقه بالغنى الشعبي خالص. ده لون وده لون. هو الموضوع بقى مفروض علينا وليه ناس بتسمعه، وكل شويه حد بيطلع فيه، فبداوا في الفتره الاخيره يطوروا شويه من الموضوع. بدا الموضوع بدل ما يبقى فيه مؤديين، كان بيبقى مؤديين او ناس ملهاش علاقه بالغنى بتغني، لا بدا فيه اصوات حلوه بتعمل النوع ده، شاهين، ناس كتير بتغني يعني. هو انا عندي سؤال، اي حد ممكن يغني المهرجانات؟ يعني اي طبقه صوت انت مثلا تقدر بالطبقه الكلاسيك، او انت بتحب الاغاني الكلاسيكيه، هل تقدر تغني حاجه مهرجانات؟ ده سؤال بس، مش لازم تسمعنا حاجه. اي حد عموما ممكن يغني مهرجانات. ممكن اي حد، بس على حسب ايه قابليه الواحد يعني انه هو اللي احنا شايفينه مؤخرا ياكد ان فعلا اي حد ممكن على قولك يعني. الترند عموما بدأ يخلي الناس كلها تتجه لحتت غريبة عشان الشهرة. طب انت يعني الحاجات دي مش ممكن تبقى فيها مثلا شيء من الإغراء بالنسبة لك كراجل مطرب وفنان، ويهمك في المقام الأول ان انت تتسمع ويبقى عندك قاعدة عريضة من المستمعين؟ ممكن زي ما كنت بتقول من شوية، في مطربين أصواتهم حلوة لجأوا هم كمان للنوع ده من الغنى استغلالا لنجاحه وانتشاره في المجتمع، انت شخصيا ما فكرتش في ده وتعمله بستايلك انت؟ اصل ممكن انا فكرت لو في حاجة ممكن تناسبني، بس مشكلتها ان هي نجاحها لحظي يعني. بنشوف ناس كتير بتطلع وفجأة بتختفي، بتطلع وفجأة بتختفي، فالموضوع مش ومش مش